زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح، ولا تجعل جوابي لن ترى. يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا، فحاذر أن تضيق وتضجرا. إن الغرام هو الحياة فمت به صبا، فحقك أن تموت وتعذرا. قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى. عني خذوا وبيقتدوا وليسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى. عرفت كل الديانات حالة التصوف أو الانصراف عن الدنيا ومتعها إلى متعة الروح ولذة الاتصال بالسماء. وفي المحروسة كان المصريون هم أول من اخترع فكرة الرهبنة في المسيحية. وبعد الإسلام تسللت تلك الروح من المصريين إلى إيمانهم الإسلامي، حتى يمكن القول إن الصوفية وما يؤدونه من طقوس وعبادات خاصة بهم هم حراس بوابة المدد. بدأت رحلة التصوف في مصر في صورة تحلق مجموعة من الناس حول أحد الأولياء الصالحين والانقطاع معه للعبادة وترك متع الدنيا. ومع الوقت تشعبت تلك المجموعات وبدأت تأخذ شكل مدارس صوفية تتبادل الخبرة والتجربة مع نظيراتها في مصر وخارجها، ويحتفظ كل منها بملامح تميزه عن غيره. بعضها يتعلق بالعادات، وأغلبها يرتبط بطريقة التعبد والتنسك، لكن أهم ما يجمعها جميعاً هو فكرة الحب الإلهي الذي يملأ النفس والقلب والروح. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. يمكن بحكم انتشاره أصبح مفهوم التصوف شائع ومعروف ومستساغ لدى الجميع، لكن بين الكثيرين أيضا قد تتعارض الآراء بشأنه، وربما تتناقض تناقض واضح. فهناك من يؤيد التصوف، وهناك من هو غارق وعاشق لدنياه، وهناك من يعارضه معارضة قد تصل إلى حد الكفر أو التكفير. وإزاء تلك المواقف بل الأيديولوجيات إن جاز التعبير، نحاول اكتشاف حقيقة المفهوم وأبعاده التاريخية نشأة وتطورا ومدى تأثيرها في واقع الإنسان في الماضي وفي الحاضر. محاور وأسئلة عديدة بحاجة للإجابة عنها، هحاول أعرفها من خلال ضيفي الذي يشرفني في هذه الحلقات، الأب الأستاذ الدكتور جوزيبي سكاتولين، أستاذ التصوف الإسلامي بالمعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية بروما، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والذي قضى عقودا في محبة ودراسة واحد من رموز الصوفية وأشهرها وهو ابن الفارض. في نفس الوقت هنعيش مع الإنشاد، ذلك الإبداع الفني الرائق الذي يأسر الأسماع والقلوب ويحلق بها في سماوات الحب الإلهي من خلال فرقة الرضوان بقيادة الشيخ عبد القادر المرعشلي اللي مشرفنا من بداية هذه الحلقات. أهلا بكم جميعا. أولا سيدي، يعني قبل أن نبدأ في موضوع الصوفية والمتصوفة، يعني منذ ما يقرب من نصف قرن 50 سنة وحضرتك يعني مهتم بدراسة التصوف الإسلامي، كيف بدأت الرحلة؟ أولا أتقدم بشكر للإذاعة من أجل هذه الفرصة أن أنا أشترك في هذا الموضوع التصوف الذي أخذ مني مدة طويلة، كما قلت أنا 50 سنة تقريبا. صحيح.
بالضبط الواحد يتساءل ليه؟ لماذا كل ذلك؟ هناك عنصر شخصي أنا إن شاء الله مفهوم يعني كلامي. نعم. شخصي المايل إلى الحقائق الروحانية ممكن نسميها في المسيحية في الإسلام في الأديان الأخرى. الإنسان طبعا لا يعيش فقط على مستوى الجسد، لكن في داخل الإنسان هناك بعد عميق جدا الذي نسميه الروح. الروح، وأنا طبعا كقسيس في الكنيسة ومرشد ودارس دائما رأيت في هذا البعد الأساس الجوهر في الإنسان. من الأسف الشديد طبعا في أيام هذه الأيام أيامنا هذه هذا البعد نوع ملغي أو ليس موجودا يعني في في المجتمع البشري. البعد الروحي، الروح، البعد الروحي. الروحانية هي في المسيحية معادل للتصوف في الإسلام؟ يا أنا أسمي الروحانية في المسيحية البعد الروحي في المسيحية، كما التصوف هو البعد الروحي الحياة الروحية في الإسلام. إذا هناك تشابه ولو طبعا هناك أيضا اختلافات بين الديانتين، لكن بالضبط هناك اهتمام مهم جدا في رأيي دائما في شغلي أن نجد ما يقرب الناس وليس ما يفرق الناس. زي إيه؟ إيه؟ مثل ماذا؟ مثلا القيم، بعض القيم الأساسية أظن كلنا نتفق عليها. مثلا أنا دائما ألخص الحياة الروحية في الإنسان في على خمسة صفات مهمة جدا: الرحمة، المحبة، الحق، والعدل، والسلام. هل يوجد مؤمن مخلص ليس عنده هذه الصفات؟ ليس مخلص. نعم. الإيمان، نعم، أول ثمرة الإيمان في الإنسان هذه الصفات الخمس. نعم. وهي صفات مشتركة، نعم، بين الديانات. طيب يمكن سنعود إلى هذه النقاط المهمة في حلقة قادمة، لكن يعني كيف كانت هي اللحظة الفارقة التي تحولت فيها من باحث وراهب في الكنيسة الكاثوليكية إلى إنسان مهتم بالتصوف ودارس له بعمق؟ هذه يمكن أن نسميه يعني تاريخ، يعني تاريخ في 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 الزمن، بمعنى أنه لما في البداية أنا بدأت دراسة الإسلام كحضارة أولاً، أوكي هناك دراسة كما كان من الممكن أدرس أشياء كثيرة، لكن شيئا 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 فشيئا رأيت أن في الإسلام في هذا البعد الروحي العميق والمنتشر جدا. من الأسف الشديد مرات كثيرة ليس لهذا البعد أهمية كافية كما يجب أن يكون، ولذلك دخل في نفسي النية أو رغبة أن أتعمق في هذا البعد الروحي، لأن في الغالب نتكلم عن الحضارة الإسلامية من ناحية الخارجية، الخارجية من الإسلام، الحروب والسياسة، ولكن هذا البعد الصوفي الروحي يهمل مرات كثيرة جدا. نعم. طيب هنستكمل حوارنا، ولكن بعد أن نستمع من الفرقة الجميلة اللي مصحبانا من بداية البرنامج إلى أنشودة أو إلى مقطع.
جرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مراسي والرضا منك يا إلهي يا واسع الجود والمكارم يا واسع الجود والمكارم وقد أحسنتم. أعود للدكتور سكاتولين، لماذا القاهرة؟ لماذا اخترت القاهرة عندما بدأت رحلتك في البحث في التصوف؟ هذا بسيط يعني، لأني أنا في كنيسة القاهرة يعني، وأردت أن أخدم هنا. طبعا لما دخلت مصر الواحد يعني يشعر بشعور خاص نحو مصر والحضارة طبعا المصرية القديمة والحديثة وكل ده، وخاصة طبعا الروحانيات التصوف هذا البعد. كنت درست اللغة العربية في الكلية في جامعة القاهرة، وبعد ذلك دورت وطلبت شاعر يكون على في نفس الوقت شاعر عظيم وصوفي ايضا مهم. ولقيت في ابن الفارض، وجدت في ابن الفارض هذا الشخص، هو شاعر سلطان العاشقين في قمه التعبير عن الحب الالهي من ناحيه، وهو أديب وشاعر ممتاز، وإذا هناك خبرة روحية وخبرة شعرية مع بعض. نعم. وبدأت دراسة الديوان، إلا أن هناك مشاكل كبيرة جدا. طيب قبل أن نغوص في هذه المشاكل، ألم يكن غريبا بالنسبة للمصريين أن يجدوا قس راهب في الكنيسة الكاثوليكية إيطالي مهتم هذا الاهتمام الكبير بالصوفية؟ لماذا غريب؟ مشكلة هذه. السبب لأننا نعيش
منغلقين في حضارتنا في عاداتنا وحاجات ماذا قبيل، غير منفتحين للآخر المختلف. غير منفتحين على الآخر. على الآخر. نعم. طيب في البداية، في البداية ما هي الصعوبات التي واجهتك عندما بدأت هذه الرحلة؟ هناك صعوبات عديدة جدا. أولا طبعا أنا قمت بدراسة من درسوا من الفرق قبلي وقرأت الكثير جدا ورأيت كل المستشرقين يشتكون عن شيء مهم جدا في ابن الفارد هو اللغة. اللغة، لغة ابن الفارد صعبة وعلي كأجنب أجنبي أكثر، وعلينا كناطقين باللغة العربية أيضا. يعني لذلك طبعا في البداية كنت في حالة البحث كيف أحل المشكلة لغة ابن الفارد. هناك جات لي فكرة بدون قصة طبعا، ابن الفارد مدروس جدا جدا في الأدب العربي، ولكن رأيت أن الشروح عن ابن الفارد في الغالب تعتمد على أفكار ابن عربي. هناك خلط في رأي بين ابن الفارد وابن عربي، وأكثر ابن العربي كما هو يكتب ابن العربي. ولذلك اخترت باختصار شديد المنهج الدلالي للألفاظ ابن الفارد في ديوانه. أنا أدرس الألفاظ، الحب مثلا ليس عامة كده، فكرة عامة هذا موجود. لكن ابن الفارد كيف يعيش الحب، كيف عبر عن الحب في أشعاره هو، في كلامه هو. طبعا وكيف يعني أصبح يلقب بسلطان العاشقين. سلطان العاشقين أصبح في النهاية هو شاعر الحب، أوكي، لكن الكوني. نعم، الحب الكوني. ابن الفارد في النهاية خاصة القصيدة الكبرى، الثنائية الكبرى، يصف أن هو والكون كله واحد. هناك وحدة شاملة بين البشر وبين الناس، وخاصة بين الذين يعني يمشون على طريق الحب، لكن هو تجاوز الحب إلى الوحدة الجامعة كما هو يشوف. الجامعة هو الوحدة الشاملة كل شيء. نعم نعم، جميل جميل جدا. طيب نستمع إلى نشيد جديد أو أنشودة جديدة. الله 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 يا مولانا، الله 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 لا إله إلا الله، الله 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 يا مولانا، الله 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 لا إله إلا الله،
الأهلُ إليه التصدُّقُ كجود الذي يعطي عطية تكلفة من البخل إلا أنه يتخلقُ ولا تعدو عنه في أمورك كلها فمن يعدو عنه فهو والله أحمق وكتبوا على قبري ورقا
برحب بحضراتكم من جديد في مدد، وطبعا برحب وعيد الترحيب بأستاذ التصوف الإسلامي بالمعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية في روما وعضو مجمع اللغة العربية في القاهرة الأستاذ الدكتور جوزيبي سكاتولين. أهلا وسهلا بكم من جديد، وطبعا بفرقة الرضوان بقيادة الشيخ عبد القادر المرعشلي. أهلا وسهلا بكم. يعني سؤال كده يتبادر إلى ذهني، إذا ما سألك أحد الإيطاليين أو أحد الأوروبيين الذين لا يعرفون شيئا عن التصوف، ما هو التصوف؟ كيف يمكن أن نشرح لإنسان بسيط في أوروبا ما هو التصوف؟ طبعا يمكن أن نعتمد أولا في الخبرة الشخصية لهذا الشخص، لأنه كلنا عندنا خبرة في الحياة، وهناك طبعا أشياء عديدة تحصل، ولا بد، لا يوجد إنسان في رأيي لا يشعر في داخله ما يمكنني أن نسميه الدعوة الإلهية في قلبه. الإنسان مخلوق ليس فقط للإنتاج المادي، حتى للعلوم، الإنسان مخلوق للقاء مع المطلق هو الله. هذا مطبوع في كل إنسان. إذن يجب أن أساعد هذا الإنسان أن يكتشف ذاته، أعرف ذاته. هذا المبدأ مهم جدا، معرفة الذات. معرفة الذات ده أساس كل شيء. وهل الطريق التصوف يؤدي إلى يساعد في معرفة الذات؟ طبعا طبعا، ويبدأ من هناك. الإنسان يمكننا أيضا أن نسميه الإنسان الكائن المتسائل، الذي يسأل دايما لماذا. هذا السؤال أساسي في حياة كل إنسان. لماذا؟ الإنسان الذي لا يسأل أنا من أنا، ماذا موجود في نفسي، في قلبي، هذا ليس إنسان. آلة، مكنة، روبوت. وهذا الخطورة الكبيرة الآن، لازم يستخدم العقل، يفقد العقل البشري ويتحول إلى عقل آلي. آلي ميكانيك يعني. هذه الخطورة الكبيرة على الإنسانية الآن. أن الإنسان لا يسأل نفسه عن معنى حياته، أصبح الإنسان روبوت في خدمة معينة، وبعد ما انتهى من هذه الخدمة بلاش، امشي، خلاص ينتهي. هذا طبعا موقف خطير جدا. يعني الخطورة الآن في رأيي أن الإنسانية قد تكون في حالة فقد الإنسانية نفسها. الإنسانية نفسها، وما الحل؟ ويصبح الإنسان، أنا عندي قول، الإنسان خلق الآلة ثم أصبح على مثالها واجب. خلق الآلة وأصبح على مثالها، زيها يعني، مثلها. نفسه مثلها، مثل الآلة، كالآلة كالآلة. نعم، الروبوت يعني. نعم، الإنسان الآلي. طيب، برضو يعني حضرتك ما جاوبتنيش على سؤالي، ماذا يفيد التصوف؟ أوكي، بالضبط. التصوف وكذلك طبعا كل الحركات الروحية في كل الديانات، يعني تجعل الإنسان أن يفكر في ذاته، أن يكتشف ذاته، يعرف نفسك. ويجيب، وهذا مهم، للتساؤلات الموجودة في قلب الإنسان في معنى الحياة، ما هي القيم الأساسية كما قلنا للإنسان، لكي يستمر الإنسان إنسانا. ولا يصير آلة منتجة مستهلكة ولا غير. طيب،
أحيانا هذه الأسئلة تؤدي إلى طريق مسدود، فما العمل؟ كيف ذلك؟ يعني عندما يتساءل الإنسان لماذا أنا خلقت؟ وماذا ينبغي أن أفعل في الحياة؟ وما هو جدوى وجودي في الحياة؟ وأحيانا يصل بهذه الأسئلة إلى يعني أفكار غير مقبولة من المجتمع، مقبول أو الإنسان ليس له الكفاية من القيم الروحية لكي يجيب إلى هذه التساؤلات. وهذا الخطورة لما أنا أرى الآن أيضا لما نعيش فترة طويلة أو قصيرة في جو بدون معنى، بدون اهتمام، كله شغل، إنتاج، استهلاك، الإنسان يفقد إنسانيته. عشان مهم، الحركات الروحية مهمة جدا لإيقاظ الروح في الإنسان. جميل. كما قلنا، لا أظن أن هناك إنسان إنسانا فعلا بدون هذه الصفات من الرحمة والمحبة والحق والعدل والسلام. جميل. هذه مطبوع فينا. جميل. إذا لم أجد الجواب، الإجابة الكافية لهذه، أنا أعيش فعلا في أزمة عميقة جدا. هناك بعض الناس يعني ينتحرون لأن لا يرون في الحياة، في الحياة كما هي الآن، معنى. نعم. وقال عالم نفساني كبير يونغ، الإنسان لا يمكن أن يعيش طويلا بدون معنى حياة. جميل جميل. طيب نعود من جديد إلى وهذا تصوف. تصوف. نعود من جديد إلى الإبداع الرائق، الإبداع الذي يسمو بالنفس وبالروح. الله يا الله، الله يا الله يا الله.
كله جروح يا حبيب الروح تائه مجروح كله جروح لائذ بالباب شوقه دعا عهده الوثيق واحة النجاة أول طريق هو منتهى عهده الوثيق واحة النجاة أول طريق هو منتهى والمنى قطوف بالسماء تطوف انطروا دفوف انطروا دفوف الله يا من جديد عدنا لحضراتكم في مدد وعدنا إلى ضيوفي الكرام. دكتور، يعني هناك من يرى بأن الصوفية والتصوف هي ظاهرة إنسانية، لكن هناك أيضا من يربطها بالدين الإسلامي، ما رأيك؟ هناك أبعاد عديدة جدا في التصوف. التصوف ليس تيار واحد، يعني مختلف متعدد، وهذا من طبيعة
التاريخ البشري. يعني التاريخ البشري ليس تيار واحد، تعددية التيارات في التاريخ البشري. في التصوف هناك أبعاد عديدة، من الروحية، من التاريخية أو الاجتماعية. التصوف إذا لا يجب أن نميز ولا نخلط كله مع بعض. يعني في أبعاد روحية، وطبعا عندما نقرأ كتب التصوف ووصف الحياة الروحية والمراحل والمقامات، وهناك طبعا اصطلاحات كثيرة جدا، ولكن التصوف أيضا من ناحية تاريخية هي ظاهرة بشرية. إحنا بشر وليس هناك بشر كامل. إذا هناك أيضا تغيرات أو اختلافات تاريخية في التصوف، وهناك أيضا يمكن أن نقول يعني أحداث يعني مشكوك فيها. مثلا عندما أيضا التصوف كعامة الدين يختلط بالسياسة، هناك طبعا خطورة كبيرة. من يستعمل الآخر الدين، يستعمل السياسة أو بالعكس أو تصوف. الطرق الصوفية لها دور كبير جدا في تربية الأجيال، لكن الطرق الصوفية مرات كثيرة كانت مرتبطة بحركات سياسية بسياسات معينة، ودخلت في مجال السياسة والقوة والسلطة. هناك كل شيء. نعم. نحن بشر. نعم. نحن بشر. طيب هل يمكن السؤال إنه يعني يوجد تصوف مسالم سلمي وتصوف متطرف؟ على حسب طبعا المبادئ، على حسب المبادئ. يعني التصوف طبعا هناك كما قلت تيارات كثيرة، كما أنا أفهم وأرى في تاريخ الحضارة الإسلامية يميل عادة إلى السلام، السلم مع الآخر، مع الآخر، تطبيق مبدأ الأخوة. في هذه الأيام نسمع كلام عديد كثير جدا عن الأخوة الإنسانية كالقاعدة المشتركة بيننا. لا يوجد إنسان روحي كما قلنا إذا عنده هذه الصفات الخمسة أن يكون عدو للآخر، عنيف ضد الآخر. لا هناك خطأ أكيد، إما في الإرشاد، إما في التربية، إما هناك التصوف. الحياة الروحية تميل دائما إلى السلم والسلام مع الآخر، إلى الأخوة الشاملة، كما أيضا البابا وشيخ الأزهر دكتور أحمد طيب طبعا صديقي قال نحن الآن في معركة لتأسيس الأخوة الشاملة في كل إنسان، باحترام كل إنسان، لأن إحنا كلنا أعضاء من أسرة واحدة هي البشرية، وفي البشرية كلنا على سواء. كلنا. إذن التصوف أنا في رأيي له دور كبير جدا أن تعاون يتساعد مع الآخرين في بناء إنسانية جديدة، أساس الأخوة الإنسانية الكلية، وأساس كذلك الحقوق الأساسية لكل إنسان. نحن لا يجب أن الآن نكافح من أجل تحقيق الحقوق الإنسانية لكل إنسان. يعني. نعم. طيب دكتور، يعني من خلال دراساتك، يعني متى عرفت مصر التصوف؟ ما هو التاريخ الذي يعتقد بأنه تاريخ صحيح؟ التصوف بمعنى طبعا التيار الروحي في الإسلام، طبعا مصر عرفت التصوف عندما دخلوا المسلمون، دخلوا
دخل المسلمون مصر. يعني منذ دخول الإسلام إلى مصر مصر عرفت التصوف. التصوف. ولكن هناك بعد ذلك في تطور كبير جدا وفي شخصيات عظيمة جدا. مثلا في هناك صوفي معروف لا أعرف على أي مستوى لكن ذنون المصري. ذنون المصري. المصري. نعم. يعني من أكابر الصوفية وله. نعم. أقوال كثيرة جدا في المعرفة الصوفية. نعم. يقول قول أعجبني عرفت ربي بربي لولا ربي ما عرفت ربي. صحيح. هذا فكرة عميقة. صحيح. يعني. وهناك في مصر عمر ابن الفارق. نعم. سلطان العاشقين. نعم. الذي عاش عبر عن الحب لله بطريقة عالية جدا. نعم صحيح صحيح. طيب نعود إلى الإنشاد ونستمع معا. الله 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 Oh.
إياك تنكر يا عيني لأهل الله. طابت الحضرة صافت النظرة جاءت البشرى يا عيني لأهل الله. جاءت البشرى يا عيني لأهل الله. حتى الله. أحسنتم، شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا جزيلا لضيفي الكريم الدكتور جوزيبي سكاتولين طبعا، وهنستكمل حديثنا في الحلقة المقبلة عن رحلتك مع الصوفية مع المتصوفين وحياتك في مصر وارتباطك بابن الفارض في الحلقة المقبلة. مشاهدينا نلقاكم في الحلقة المقبلة في مدد.